فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تقدمت على وظيفة وقبلت مبدئيا لكن لم يقسمها الله لي فحزنت على ذلك، فهل يعد هذا من السخط ومن العبودية لهذه الوظيفة؟ لا، هذا من يعني هذا من عوارض النفس، ما في شك أن الإنسان إذا فاته شيء أنه يندم، وقد يكون الخير في فوات هذا الشيء، فعليه أنه ما يندم الندامة التي تفضي إلى اليأس، وإنما يرجو أن يعوضه الله خيرا من هذا الشيء الذي فاته. نعم.